يمكن أحتار شوية في تقديم الشخصية التالية، ولكن هو ابن البلد، هو مواطن، وهو مخلص، هو شاب قدم خدمات كثيرة للمجتمع الرياضي العربي السعودي، وقدم كل ما لديه من تضحيات، وخدم الساحة الرياضية سواء على صعيد الأندية المحلية أو حتى على صعيد المنتخب العربي السعودي. في بدايته انطلق انطلاقة قوية، ولكن ما زال يطمع ويطمح بالكثير بتحقيق انتصارات لهذه البلاد، انتصارات في مجال لعبة كرة القدم. هذا الرجل أعطي مسؤولية وتحمل هذه المسؤولية بكل ثبات، وأثبت أنه جدير بتلك المسؤولية، وأنه جدير على قيادة المنتخب العربي السعودي. حتى المسؤولين الذين وقع اختيارهم عليه كانوا مسؤولين من الدرجة الأولى، مسؤولين الحقيقة لم يتراجعوا أن يعطوا لهذا الشاب ولهذا الرجل ولهذا المدرب كامل الثقة وكامل الصلاحية في سبيل أن يحقق ويساهم في خدمة لبلاده وأبناء بلاده. حقيقة ودي أقول عنه كلام وايد وايد، لكن نتائجه اللي حققها للمنتخب السعودي الحقيقة كفيلة أن تخليني أسكت شوية، وأخليه هو بنفسه يثبت لكم الشيء اللي قدمه للمنتخب السعودي. كلنا صفقنا له يوم من الأيام، ولكن لنا رغبة شديدة جدا أن نستمر في هذا التصفيق وفي هذا التقدير وفي هذا الاحترام. الكابتن خليل الزياني. شكرا لك إبراهيم. مبروك عليكم الانتصار الطيب، وهذا من زمان انتم تستاهلونه، وشكرا على مشاعركم الطيبه، و ونتمنى ان شاء الله ان نحقق انتصارات قادمه ان شاء الله. شكرا كابتن خليل. وفي نفس الوقت هناك رجل وقف بكل طاقته بكل وقته ووقف بكل إمكانياته خلف المنتخب العربي السعودي، أدار هذا المنتخب بكل قوة وحماس، وبواسطته أو عن طريقه استطاع أن يكون مجموعة من الشباب المتماسكين في مشاعرهم، المتماسكين في عطائهم، وفي نفس الوقت استطاع أن يصبح له مكانة في قلوب كل فرد منا. حقيقة خدم الساحة الرياضية في مجالات مختلفة، في مجال التحكيم، وفي مجال إدارة بيوت الشباب بالمملكة العربية السعودية، وفي مجال إدارة منتخب العربي السعودي. الأستاذ فهد الدهمش. هلا أستاذ فهد، يا هلا يا مرحبا. وباقة ورد متواضعة. شكرا استاذ عثمان. وفي الواقع ما اغلى شيء يهديه الانسان هو مجهوده لوطنه، وما قدم من افراد المنتخب السعودي ما هو الا هديه من اللاعبين، من رئيسهم ومدربهم واداريهم، هديه لجلاله مولاي وسمو ولي عهده ولافراد الشعب السعودي. شكرا استاذ فهد. نقول لكم يا هلا ومرحبا وتفضلوا.
على العموم نقول لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم معنا في حلقة الليلة كابتن خليل واستاذ فهد دهمش. وعندنا شوية أسئلة بسيطة للغاية، لكن ودي أختصر أسئلتي أنا بالنسبة لي كمذيع، وأفتح المجال أكثر للإخوان الحاضرين معنا على أساس يشاركونا في إلغاء وتوجيه الأسئلة للمدرب الوطني خليل زياني والأستاذ فهد الدهمش. لكن يدور في ذهني سؤال الحقيقة يمكن الأغلبية تتساءل عنه حاليا، اللي يدور في ذهن الزياني الآن. أخي دور أصحاب الأسئلة وتقطع علي الله يهديك. سؤال بسيط أعتقد. هالحين هالساعة ذي؟ الساعة هذه أخي. والله يعني إيش يدور في ذهني يا أخي؟ والله يمكن يدور في ذهني الحين استعداد للمرحلة القادمة يا أخي. يعني حتى في ساعة المتعة وساعة الراحة تفكر في الاستعداد. عسى الله يوفق إن شاء الله. طيب ما هو الاستعداد بالنسبة لك؟ والله أخي سلوب عزيز جالس ملف عنده هنا. عند البرنامج. الحقيقة الأستاذ عبد الرحمن الدهام رئيس لجنة الحكام وسكرتير الاتحاد السعودي لكرة القدم متواجد بيننا الليلة، وكنا نطمع أن يكون أحد ضيوفنا، لكن إن شاء الله بنشوفه في حلقات قادمة. ما أدري أستاذ عبد الرحمن يدورونك الجماهير، ما أدري ليش هو يدورهم. فكابتن خليل، المعروف أن أي منتخب يبحث عن خطة بديلة في وقت معين، بأي الخطط خليل الزياني يستطيع أن يلعب في حالة الهزيمة؟ يعني ليش بدأت الهزيمة بدأت الفوز يا؟ لأنه دائما الهزيمة منطلق للفوز. هو طبيعي ما في شك أنه أول حاجة تنظر لها وضع فريقك في الحالة هذه، وتضع كذلك في حسبانك أنك لا تمنى بأهداف أكثر. هذه يعني شيء لازم لأي مدرب يضع في حسابه، أنه مو كل هزيمة أمنى بها في أول المباراة أبدأ أخبط وأبدأ أشيل وأحط، لا، أول شيء أحاول أنه ما أنهزم بأكثر من اللي حاصل الحين، وأعدل خطوطي على أساس أنه أباغت الخصم لعلي أتعادل، وعند التعادل ممكن نبحث عن الفوز كذلك. نعم. طيب. الحقيقة راح نتفرج على هدفين، الأول والثاني اللي حصلت في مرمى المنتخب السعودي في مباراة كوريا، وأبغى تعليق خليل الزياني كمدرب على الهدفين اللي شفناهم. يعطينا زميل المخرج الهدفين الأول والثاني. هذا هو الهدف الأول للمنتخب الكوري، كرة مقطوعة تقريبا ثم شوطة من بعيد. الواقع في اللحظة هذه يعني كان دفاعنا اتخذ موقف جيد، لأنه خرج من المنطقة وخلى المسؤولية تقع على خالدين. خالدين جات الكرة سريعة، في اللحظة هذيك بدأ خالدين يتساءل ويفكر، هل أمسكها ولا صدها ولا أشتتها؟ فالكرة كانت سريعة وما كان مجال للتفكير، فكان هو تفكيره بطيء وخلت الكرة. طيب نشوف الهدف الثاني. الهدف الثاني اللي جاء بعد الهدف الأول تقريبا بثلاث دقائق. الهدف الثاني طبعا اللاعب الكوري أخذ حريته، أول شيء الأولاني اللي مرر الكرة ما حد ضغط عليه، الشيء الثاني عندما وصلت الكرة للمهاجم هذا برضو كان حر ولا حد حاول يضغط عليه وارتاح وسدد الكرة، في الأخير عندما سددها دخلوا عليه عبد الجواد، دخل عليه البيشي، لكن في الوقت الضايع. طيب كابتن خليل، الملاحظ أنه بعد هذا الهدفين اشتد المنتخب السعودي وحاول أن يحقق نتيجة في الشوط الأول، طبعا سجل هدف
اللي هو 1-2. الحقيقة أنا ودي أني أعلق على هذا المشهد اللي شاهدناه الحين. كرة كانت مرفوعة وضربها مهاجمهم راحت الخالدين طبيعي. اللاعب الكورة رقم 10 احتك بخالدين بطريقة غير مشروعة، وطبعا تعتبر في تلك اللحظة ضربة حرة غير مباشرة على اللاعب الكوري. بس ما أدري كابتن خليل، الحقيقة الموقف هنا طريف شوية. أنا لاحظت مساعد المدرب راشد خليفة تحرك من مقعد الاحتياط وحاول يصل إلى الجول. احنا طبعا استنفذنا التغيير في الحالة هذه. احنا الآن نشوف الأستاذ فهد الدهمش، ما أدري إيش المقصود استنفذنا التغيير. راشد خليفة إيش كان ناوي بالضبط يقول لخالدين؟ أول شيء إن الحركة اللي عملها خالدين كانت جيدة، وعلى اعتبار امتصاص حماس الفريق الخصم، وعلى اعتبار انه تضيع للوقت وراحه للاعبينه لزملائه. وراشد خليفه طبعا ارسلناه او هو بنفسه راح للايهام ولسؤال اللاعبين عما حدث ولتذكيرهم بان باقي من الوقت 8 دقائق، لانه ما في كانت ساعه الكترونيه. نعم. كانت في ساعه عاديه. ف راح يذكرهم انه باقي من الوقت 8 دقائق، لكن الحكم شافه وطرده. طيب ما ادري، اعتقد انه في لقطه ثانيه استاذ فهد الدهمش، اللقطه هذه اعتقد تخصك انت بالذات كمدير للمنتخب وابغى تعليقك عليها. بنشوف رجل الخط بيرفع الرايه للحكم، واعتقد انه بيلفت انتباهه الى حركه صارت عندكم. في الواقع الحركة هذه اللي صارت من بداية المباراة في طبيعة الحال الواحد مشدود أعصابه، ومباراة قوية من الجانبين، هدفنا وهدفنا. دائما الواحد في الحالات هذه ينسى نفسه، وفي الواقع نسينا نفسنا، والأخ خليل نسينا نفسنا في الملعب. وصرنا نعطي توجيه أكثر من اللازم، فاستنفذ رجل الخط على ما يقول لياقته في الحرج معنا. وفي بداية الأمر كان المقصود بالخروج خليل، بس انا اردت انه اقلل الامر واخرج انا بدل خليل. نعم. وما نجحت في الفكره دي، اصر الحكم على خروجي من الملعب. والطريف في الامر في ذلك في الوقت هذا انه عند خروجنا الاخ خليل كان جنبه الاخ راشد، وطلب منه عشان برضه ايهام اخر انه راشد يقوم يطلع. فكان جواب راشد انه في اللحظه ذيك انه مش انا اللي مطرود، انت اللي مطرود. ما ادري استاذ فهد، يعني ملاحظ لاحظنا على الشاشه الحقيقه انت تقول يا راشد، وراشد تقول يا خليل، وخليل يقول لا انت راشد، ضاعت المساله شويه. لكن في حاله زي كذا من المفروض يطلع؟ والله هو حكم المباراه محتمل يطرد الجميع. الجميع نعم. ولكن مثل ما وضحت في بيت الامر كان يقصد الاخ خليل. وكنا نبي ننشله من العمليه هذه، عشان طبعا وجود المدرب داخل الملعب اهم منا احنا. ولكن عاد ما نجحنا فيها، والحمد لله انه ما بقي الا وقت قليل، وتركنا الامر للاخ راشد علشان يقوم بقيه المهمه في بقيه المباراه. واعتقد ان الاخ راشد عموما ما ادري كابتن خليل، في حاله لو استنفذ الفريق التغيير زي مثلا حاله خالدين صارت فعلا جديه اصابته، من اقرب لاعب ممكن تلعبه حارس مرمى؟ اقرب لاعب والله ماجد. يا الله ممكن واحد يسجل اهداف يقوم يحمي اهداف، مشكله. لا ممكن تنطبق على حسين البيجي لانه خفيف شوي. طيب انا الحقيقه تساؤلات كثيره تدور استاذ فهد. ما في شك انه لقاء المنتخب السعودي بكامل الجهاز الاداري والفني واللاعبين بمولاي صاحب الجلاله الملك فهد بن عبد العزيز كان لها الاثر الطيب في نفوس المجموعه ككل. فهد الدهمش نظرته لهذا الموضوع؟ والله مهما عبرت لن افي بالكلمات اطلاقا.
وفي واقع الأمر كلمات جلالة مولاي من القلب للقلب. نعم. ووجدت الإذن الصاغية من جميع الزملاء من إداريين ولاعبين، وحسينا بهالشعور من يوم وصلنا إلى سنغافورة، وكان لنا أول مباراة في جاكرتا، رغم أنه هزمنا من المباراة إلا أن كنا مرتاحين ارتياح نفسي أن هناك أداء ورجولة من اللاعبين داخل الملعب وإصرار على الفوز، وتفائلنا من اللحظة هذيك بأن احنا سنحقق شيء في بطولة لوس أنجلس. تلا ذلك أيضا مباراة أخرى هي مباراتنا مع فريق من أندية سنغافورة، وأيضا رغم الأمطار ورغم الأرض المبلولة إلا اللاعبين استطاعوا أدوا مباراة جيدة وفزنا فيها بسبعة. وبطبيعة الحال دائما المباريات الأولى تعطي دافع قوي، وما حققناه من إنجاز في المباراة الأولى كان لها دور مهم لوصولنا لتصفيات لوس أنجلس. ودائما منا إحنا من اللاعبين عندما نذهب إلى الملعب نتذكر كلمات جلالة مولاي وإحنا ذاهبين الملعب، وكان هناك عبارة نرددها عند بداية المباراة وهي الاهتمام حول بعضنا لقراءة الفاتحة. وترديد وراء الأخ علي زيان كلمة إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ففي الواقع هذه كلمات تطغي على الإنسان وجعلت جميع اللاعبين يظهرون بالمظهر الطيب ويحققون البطولة. أستاذ فهد، ما في شك أنه إدارتك للمنتخب السعودي تتعرض لأشياء كثيرة، والحقيقة ودي أني أسأل أسئلة مختلفة، لكن ما في شك أنه العوامل النفسية اللي تمر على اللاعب أحيانا تأثر في عطائه. هل كانت هناك فيه مشاكل خلال التصفيات؟ والله أقدر أقول لك بالنسبة للدورة هذه لم تعترضنا أي مشكلة إطلاقا. فأهم مشكلة واجهت هي واجهتنا في البداية كنا نشيلها هم هي الدراسة، وتحلت ولله الحمد. أيضا بتوجيه من سمو الأمير فهد بن سلطان رئيس الوفد نهجنا أسلوب أنه إحنا اجتمعنا بجميع الزملاء لتدارس أو لوضع حلول لبعض المشاكل اللي نقدر إحنا نسيطر عليها، وفعلا نجحنا في الفكرة هذه. وسافرنا وجميع اللاعبين كل ذهنهم مركز على حصول إلى البطولة. وأيضا لا ننسى توجيهات سمو الأمير فهد قبل في كل اجتماع وقبل أي مباراة بحث اللاعبين وتوجيههم والظهور بالمظهر اللائق في جميع المباريات. كل هذه العوامل ضاعفت مع مجهود اللاعبين اللي أثبتوا أنهم على المسؤولية، ومضافرتهم وقفوهم مع الأخ خليل الزيان. أيضا طريقة اللعب اللي ناجح الأخ خليل ما أقدر أخذ فيها بطريقة فنية، ربما يكون لك فيها معها أحد الأسئلة فيها، أعطت اللاعبين الثقة وأعطت ارتياح للاعبين أنهم استطاعوا يحققون بطولة المجموعة الأولى. الحمد لله. ما أدري كابتن خليل زياني، طبعا عوامل الفوز في المباريات السابقة كانت مختلفة وكثيرة، لكن أطمع أني أسمعها من مدرب الفريق شخصيا. عوامل الفوز طبعا كل مباراة لها ظروفها، لأنه تعرف يعني لما نلعب مع فريق يختلف عن الآخر لابد تكون هناك عوامل فنية وعوامل نفسية. لكن كإجمال للدورة هذه أقول لك أنه كان في عدة عوامل. روح اللاعبين، الحياة الأسرية اللي كنا عايشينها، الإدارة، إدارة الفريق، استيعاب اللاعبين لكل ما يقال بالنسبة لطريقتنا أو أدائنا المحتمل أن يكون داخل الملعب. وفي البداية نقول كلمة جلالة مولاي الملك فهد بن عبد العزيز وتوجيهات لهم كانت لها الأثر الطيب في جميع المباريات، على أن يعطون أقصى ما عندهم ويبذلون جهدهم في كل مباراة، والنتيجة هذه في علم الغيب. فهذه العوامل طبعا كلها أدت إلى انتصارنا. في شك. طيب كابتن خليل أستاذ فهد، أنا ودي أفتح المجال الآن للإخوان الحاضرين يلقون بعض من الأسئلة اللي لديهم أساس نقدر نعطيهم وقت أوسع. سؤال موجه من
صالح عبد الله السحيباني الكابتن خليل الزياني صالح بن عبد الله السحيباني. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. السؤال يقول لماذا التصويب من خارج منطقة الجزاء نادرة أو بمعنى أصح قليلة رغم وجود عناصر لاعبين مثال محسن الجمعان مثال شايع النفيسة مثال صالح خليفة يشوتون من خارج منطقة الجزاء؟ الله يا هذا يعني احنا نرحب ونشجع دائما اللاعبين سواء كانوا مهاجمين ولا لاعبين وسط ولا اي لاعب يكون في الملعب حتى حارس المرمى لو يعني لو سمح خليناه يشوت من بعيد. لو سمحت انت بشايف ان يعني اريح التصويب من خارج منطقه الجزاء للهجوم ما في شك. لذلك اقول لك احنا نشجع اللاعب على انه يشوت من خارج المنطقه لانها بعض الاحيان الحارس يباغت بها الكرات هذه وهذا شيء طيب ونشجع عليه اللاعب. طيب وان شاء الله ترى في المستقبل ان شاء الله ترى لاعبين يشوتون من خارج المنطقه. سؤال موجه من منصور محمد الزير. مساء الخير والف مبروك للجميع. المدرب القدير الكابتن خليل الزياني، نلاحظ ان الروح عادت الى افراد المنتخب بعد اشرافكم عليه ووضح الانسجام بين اللاعبين، ولكن نلاحظ ان الجهه اليمنى في الدفاع تعتبر اضعف جهه، مع ان الكابتن سامي ما قصر، لكن ما هو السبب؟ هل أن سامي ليس لاعب أساسيا في هذه الجهة؟ نريد الجواب الشافي. اللاعب سامي جاسم لاعب فنان ولديه مهارات طيبة يلعب بكلتا القدمين. يمكن الملاحظ عليه حماسه الزايد يتحمس للهجمة، وبحكم أنه عندما كان لاعب في الاتفاق كان لاعب الجوكر، هو اللاعب اللي يوضع في أي مكان يجيد فيه، فعنده النزعة الهجومية طبيعي أنها هي الشغلة هذه السلاح ذو حدين ممكن تكون ضارة، لكن إذا هو استوعب التوجيهات واستوعب متى يهاجم متى يدافع أنا في اعتقادي يكون ظهير من الطراز الأول. سؤال موجه كذلك استاذ فهد الدهمش من سعيد عباس العتيبي. تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام. الاخ فهد الدهمش بعد مباراتنا مع منتخب دولة الكويت الشقيقة صرح بعض مسؤولي اتحاد كرة القدم الكويتي عن استيائهم عن التحكيم في مباريات التصفيات، ما هو رأيكم عن مستوى التحكيم في هذه التصفيات؟ في الواقع يعني ما أقدر أقول أن التحكيم دائما يكون الشماعة للفرق المهزومة، وبطبيعة الحال إذا سألت عن رأيي في التحكيم في الدورة أعتقد أنه تحكيم جيد واستطاع انه ينهي الدوره ويوصلها الى بر الامان بصرف النظر عن اي انتقادات اخرى. تشرف المنتخب بمقابله جلاله الملك فهد بن عبد العزيز. والحقيقه انطباع فهد الدهمش الكابتن خليل الزياني طبعا في البدايه قبل السفر الى سنغافوره جلاله الملك فهد القى كلمات كانت هي يعني بمثابة الدافع القوي والمشجع، وعند تحقيق البطولة استقبلكم هذا الوالد الكبير بكل ترحاب وبكل اعتزاز، وطبعا نتج عن هذا اللقاء حديث ودي شمل جلالته برعايته الكريمة أفراد المنتخب السعودي. ما أدري كابتن خليل الزياني هل تتذكر شيء من كلمات جلالته؟ ما في شك انه كانت توجيهات جلاله الملك على ان نتمسك دائما بالعقيده الاسلاميه، وهذه سر من اسرار تفوقنا ونجاحنا. كذلك
طالب اللاعبين بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية وتمثيل بلادهم على أحسن تمثيل، وكذلك ذكرهم بهذه الكلمات بأنها لها مردود فعل طيب ولها نتائج طيبة. فجلالته يعني تكرم علينا بهذه المكرمة الطيبة، وشكر أبناء اللاعبين على المجهود الطيب وعلى الهدية القيمة اللي قدموها لبلادهم، وتمنى لهم إن شاء الله في الدورة القادمة اللي هي الدورة النهائية في لوس أنجلس بأن الله يوفقهم إن شاء الله. وقال لهم بما تعنيه الكلمة أنه يعني المفروض أنكم تشرفون بلدكم بمستوى جيد وروح طيبة، والنتائج علمها عند الله. إحنا ما نطالبكم ببطولة الدورة أو بالميدالية الذهبية، لكن نطالبكم أن تعطون المستوى الطيب والمستوى المشرف اللي يعني يرتاح له الجميع ويعطي السمعة الطيبة عن الرياضة في مملكتكم الحبيبة. فهذه كانت أغلب توجيهاته وأغلب الكلام معاه. والأستاذ فهد الدهمش، في الواقع أنه اليوم هذا اللي استقبلنا فيه جلالة الملك أنا أعتبره حدث رياضي جدا، وأسعد يوم في حياة الإنسان أنه يوصل لها يتفضل بلقاء جلالة الملك. ومن توجيهات جلالته أيضا أنه مثل ما ذكر الأخ خليل التمسك بالعقيدة الإسلامية، وليس من العيب أنه يقف اللاعب أو نقف جميع أنه نؤدي الصلاة داخل أرض الملعب إطلاقا. وبطبيعة الحال اللاعبين كلهم ولله الحمد يؤدون هذا، وسبقا أدوها سواء في سنغافورة أو في المعسكرات السابقة، وكان هناك ذهول من الجماهير أنه كيف اللاعبين يؤدون الصلاة داخل الملعب. وبطبيعة الحال هذه أعطت اللاعبين اطمأنانية وساعدت على هالشيء هذا، لأنه مهما كان الإنسان لاعب أو غير لاعب وتمسك بعقيدة الإسلامية تزيد تفوقه وتعطيه من روح المعنوية اللي أكثر فيها اللازم. وما أقدر يقول الإنسان أنه توجيهات جلالته أضافت علينا تحمل مسؤولية وعبء أكثر، وأرجو إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنه ونحقق إن شاء الله إحدى الميداليات الثلاث اللي تقدم في هذه البطولة إن شاء الله. طبعا كابتن خليل، وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية المقدم من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز له معنى كبير بالنسبة للمدرب خليل الزيان. والله مواقف جلالة الملك كثيرة ولا تنسى. أول موقف لي كان مع جلالته في مباراتنا على كأس جلالته مع الأهلي وانهزمنا فيها بواحد. عندما صفحته أطال الحديث طال عمره وطيب خاطرنا بكلمات طيبة كان لها بليغ الأثر، وكانت الدافع لتحقيق مزيد من التطلعات والبحث عن كل ما هو جديد في عالم التدريب. كذلك عندما قابلناه قبل سفرنا إلى سنغافورة، والمرة الأخيرة هي هذه وإن شاء الله ما بتكون الأخيرة، وتفضل جلالته بمنحي وسام من الدرجة الثانية مع شهادة تقدير. لا أستطيع أن أصف شعوري في تلك اللحظة أو الآن، لأنه تختلط الكلمات والمشاعر داخل النفس. لكن يعني جلالته أعطاني دفعة قوية وكبيرة لأن أستفيد أكثر وأن أعطي لوطني أكثر. ما في شك، ونتمنى لك التوفيق دائما. والحقيقة كنا بودنا نتعرف على الهدايا القيمة اللي قدمت من جلالة الملك إلى مجموعة اللاعبين والجهاز الإداري المرافق. هذا الأستاذ فهد الدهمش، والله تفضل جلالته وأمر بمنح جميع اللاعبين قطع أراضي، وترك الاختيار لكل لاعب يختار المنطقة التي يريد فيها. هذا بالإضافة
بالإضافة إلى الهدية القيمة التي ناولها جميع أعضاء اللاعبين. نتمنى إن شاء الله دائما لجلالته دوام الصحة وطولة العمر والسعادة والتوفيق، ونتمنى كذلك لأعضاء منتخبنا العربي السعودي النجاح في كل المناسبات إن شاء الله.